المقال اليوم الذي اخترناه هو: هل حان وقت إبعاد قيس سعيد عن السلطة؟ وكتب هذا المقال صلاح الدين الجرشي الذي انضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ صلاح، بداية أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. طبعا فقط أحب أن أشير إلى أن هذا المقال في ظل التطورات السريعة كتب قبيل القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، وحتى هو كان يتحدث عن مسألة جلسة البرلمان. لذلك اسمح لي فقط أناقش معك هذه القرارات الجديدة بحل البرلمان التونسي. الرئيس كان قبل عدة أيام يتحدث أن القانون لا يعطيه الصلاحية ولا يخوله بحل البرلمان، ثم فجأة قام بالإعلان عن حل هذا البرلمان. في أي سياق يمكن فهم هذه التناقضات وهذه القرارات أيضا؟ شوف، الوضع السياسي في تونس خلال الأسابيع الأخيرة معناها خذا منعرج جديد وخطير في نفس الآن، لأنه نتيجة الاضطراب في اتخاذ القرارات، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية المتصاعدة في تونس، نتيجة تمزق الساحة السياسية وتحولها إلى أحزاب في حالة صراع وفي سوء تفاهم، في ظل معناها توقف المؤسسات الرئيسية، في سياق ضعف أداء الحكومة، بطبيعة الحال الآن الرأي العام والفاعلون الماليون والفاعلون الاقتصاديون والفاعلون السياسيون أصبحت ليست أمامهم رؤية واضحة، ولذلك بدأ الناس يتحدثون عن من هو المعرقل لإمكانية الخروج من هذا المأزق. وفي هذا السياق بدأ الحديث في أطراف متعددة كيف يمكن تحجيم دور رئيس الجمهورية قيس سعيد، أو حتى هناك من فكر بكيفية إبعاده. وأنا حاولت في هذا المقال أني أستعرض هذه المواقف أو هذه السيناريوهات المحتملة، لكن من جهة أخرى رئيس الدولة لم يكن يتوقع أن داخل البرلمان ممكن في لحظة من اللحظات يقع تغيير ملحوظ ومهم في موازين القوى، في علاقة الأطراف السياسية والكتل فيما بينها، ولذلك فوجئ بشكل قوي بتوصل إلى توافق بين عدد من هذه الكتل، وفوجئ بانعقاد الجلسة التي رغم المحاولات من أجل إجهاضها والتي أدت في نهاية الأمر إلى اتخاذ قرار مهم من الناحية السياسية يتمثل في إلغاء معناها القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ولذلك شعر بأن هناك انقلاب بالمعنى السياسي للكلمة، وخاف بأن تنازع السلطة في تونس سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في موازين القوى، فالحل الوحيد الذي رآه أمامه هو الإسراع واتخاذ قرار بحل البرلمان. لكن حتى هذا القرار الحقيقة لم ينقلنا إلى وضعية مريحة وواضحة، بل وضعنا أمام تعقيدات إضافية. نعم، تعقيدات الإضافية هنا أستاذ صلاح. نعم، لم يكن مقتنع بحل البرلمان، وإنما كان مقتنع فقط بتجميل. طيب، لكن هذه التعقيدات الإضافية التي كما تقول وضعنا أمامها قرار حل البرلمان أو القرار الجديد للرئيس قيس سعيد، وأصبحت لدينا المعضلة بمسارين هذه المرة، المسار السياسي وكذلك المسار القانوني، كما أشرت قبل قليل أنه لا يخول البرلمان ثم لجأ إلى المادة 72 وعلى إثرها حل البرلمان. الآن ما الذي ينتظر تونس برأيك من الناحية السياسية أستاذ صلاح؟ هل نذهب إلى انتخابات مثلا أم مزيد من الإجراءات وتمديد الإجراءات الاستثنائية؟ سؤالكم صعب، لأنه في الحقيقة معناها نحن واجهين أنفسنا في تونس أمام إشكاليات غير مسبوقة. يعني مثلا الدستور الذي وضع في سنة 2014 كان دستورا جامعا، مرجعية يرجعون الجميع من طبقة سياسية وغيرهم. الدستور كيف فكته رئيس الجمهورية من 25 جولاي إلى الآن، وكيف عطل جوانب عديدة منه، وحتى في موضوع محل البرلمان كان يقول بأنه الدستور لا يعطيني حق الحل وذلك أنا أجمده، الآن يقول انطلاقا من الدستور وانطلاقا من فصل لا علاقة له معناه بحل الدستور، لا
يعني هو يعتمده لتبرير ذلك. لذلك الآن في تونس لم يعد هناك حديث حول القوانين أو حول أهمية المرجعية الدستورية. الآن قضية سياسية بالجوهر. الآن البلاد أمام منعرش خطير، ولذلك كان يفترض ولا زالت الناس الأطراف تدعوه الآن إلى أنه نترك كل هذه المسائل إلى جنب ويقع دعوة إلى حوار يجمع مجموعة الأطراف الفاعلة في تونس والبحث بشكل جماعي. نعم. لكن هنا أستاذ صلاح مسألة الدعوة إلى الحوار، نعم، مسألة الدعوة إلى الحوار ليست جديدة، هنالك عديد الأطراف التي دعت للحوار منها النهضة، الاتحاد العام للشغل وغيرها من الجهات في تونس، ولكن لم تلقى استجابة واضحة من الرئاسة، وبالتالي غير مسألة الحوار، هل يمكن مثلا الذهاب إلى انتخابات وهذا أصبح يعني يطالب به عديد القوى في تونس؟ هو رئيس الجمهورية الآن لم يصرح ولم يفصح بأنه سيقع تنظيم انتخابات حتى على الأقل الفصول وحسب ما قرره الدستور. إذن رئيس الجمهورية حل البرلمان لكي يتخلص منه، وفي نفس الوقت هو يواصل بأنه أو مصر على أن يواصل الأجندة بتاعه، أنه يعني يحب يعمل الآن استفتاء ثم بعد الاستفتاء يعمل دستور جديد ثم سينظم الانتخابات في ديسمبر القادم. ولكن في كل الحالات هذا يعني غياب رؤية، غياب خطة محكمة، غياب وصول حتى وافق، لأن الجميع الآن يبحثون ما الذي يمكن أو هو من هو مؤهل لكي يعيد تجميع هذه القوى وتجميع البلاد حول رؤية واضحة. الآن تونس تسير بدون معناها بوصلة، وهذا هو مثل أحد أكبر تحدي يواجهه البلاد الآن. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة سيد صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي التونسي عبر الهاتف، شكرا.